تقبل الله صيامكم وقيامكم. في سلسلة اكتشافات غيارة العالم سنتحدث اليوم عن الاسترلاب. هل سمعتم بالاسترلاب من قبل؟ طيب سمعتم من قبل عن مريم الاسترلابي؟ مريم الاسترلابي هي عبارة عن عالمة فلك مسلمة اخترعت الاسترلاب المعقد، وكانت امرأة نابغة عاشت في القرن العاشر في مدينة حلب شمال سوريا. طب شو الاسترلاب؟ الاسترلاب هي آلة فلكية قديمة أطلق عليها العرب ذات الصفائح، وهي نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد، وهي تساعد مثلا في تقدير الوقت في النهار أو في الليل. الاسترلاب كان موجودا في قديم الزمان، ولكن قد طوره علماء العرب والمسلمون تطويرا كاملا، خاصة في العهد الإسلامي بسبب حاجتهم لتحديد أوقات الصلاة والاتجاهات إلى مكة. مريم الاسترلابي كانت واحدة من هؤلاء العلماء الذين اخترعوا الاسترلاب المعقد. يمكنكم معرفة المزيد عن هذا الأمر في التعليقات أدناه. إلى اللقاء.